اوكي، مرحبا شباب، كيف حالكم؟ معكم راني. طبعا انا ببلش بهاللسته، مش مثل ما كثير شباب بحطوا انه والله اعمل سبسكرايب اعمل هذا الحكي. لا، هون بهاي الماده اجباري، مع اي واحد عم بدرس كمبيوتر ساينس لازم علوم حاسوب علوم معلوماتيه لازم يعني سبسكرايب لهيدي اللسته، تمام؟ بالذات لهي اللسته، اوكي؟ ولاجل هاي اللسته، لانه طبعا هي من يعني اهم ماده تنعطى في منهاج الكمبيوتر ساينس، اوكي، باي جامعه كانت. لما الجامعه ما بتعطيك اياها يعني هي مقصره بحقك، اوكي، مقصره كثير بحقك يعني، اوكي. ما عم بمزح، انا مش لاجل جلب مشاهدين، ما بهمني يعني. اوكي، عندي والحمد لله. اللي ماده داتا ستراكشرز اند الجوريزمز، اوكي، ماده هياكل البيانات والخوارزميات، كثير 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 حساسه بالنسبه لاي مبرمج، واللي ما بيعرف بيها ولا كان درس برمجه، تمام. هلا احنا عم نترجم هون، طبعا عم نتابع ترجمه الكتاب، اوكي، A Practical Introduction to Data Structures and Algorithms Analysis in C++، يعني ماده المقدمه العمليه، اوكي، لهياكل البيانات وتحليل الخوارزميات بلغه C++. طبعا في كثير ناس بيعملوها بلغات ثانيه، مش واقفه الامور هون، لكن C++ بتجي بالدرجه الاولى للتفاصيل المتعلقه باداره الذاكره، تمام، اللي هي كثير لغات بتتجاهلها، تمام. تحاول قدر الامكان تخلص من هذا الموضوع، لانه شغله يعني مثل مره حكيت عنها، مثل بسوق عادي او بسوق اوتوماتيك. اللي بسوق عادي في عنده الدبرياج، الاوتوماتيك ما عنده، هو لحاله بدوس وضله ساحب، اوكي. طيب، فبلا توصيلة، هلا نحن بدنا نبلش نعرف شو يعني هون بالقسم 1.2 من الكتاب. نحن هلا بقسم 1.2 من الكتاب، فبدنا نعرف شو يعني داتا ستراكشر وابستراكت داتا تايب. فابستراكت داتا تايب وداتا ستراكشر، كنا عم نحكي عن الداتا ستراكشر كيف ما كان بس عشان السياق الحديث، اوكي. لكن هلا بدنا نفسر بالطريقه الرسميه العلميه الصحيحه شو يعني داتا ستراكشر، وشو يعني لاحقا الاي دي تي، الابستراكت داتا تايب، اوكي. كثير حتسمع برفقاتك بالجامعه بيحكوا عن اي دي تي، تمام. طيب، فين بلش ترجمة؟ فبقول لك هون، بقول لك القسم السابق كان يتحدث عن الليفل 2، اوكي، داتا ايتم وداتا ستراكشر. فشو يعني عنصر لداتا وشو يعني هيكلية بيان، بدون اوكي كان يحكي عنهم بدون تعريفهم بالشكل اللائق، اوكي. فاذا هذا الفصل راح، او هاي القسم راح، او هاي الحلقه بنكون يعني راح تقدم التعريف وتفرجينا شو التعريف الصح، اوكي، وبتحث شو اسمه يعني بتضيف يعني بتحثك وبتحط فيك الدافع، اوكي، او بتقدم الدافع ل هون عمليه التصميم اللي هي مجسده بثلاث كيف تقول ثلاث مراحل، اوكي، حتى الواحد ينقي هيكلية البيان الصح، تمام. وهذا الدافع اللي بيجي او وجود هيك دافع انه واحد يعمل هذا هاي الثلاث خطوات، اوكي، تجي او بتتجذر او اصلها جاي من حاجه لواحد انه يدير هالكم الهائل من التعقيد اللي بتجي، تعقيدات اللي بتجي ببرامج الكمبيوتر، اوكي. فاذا هلا كل شيء راح تشوفوه هون بالاسود هو نوع يعني من الترمونولوجي، نوع من الالفاظ العلميه اللي احنا بنحكي فيها، اوكي، هي كلمات يعني الرسميه اللي احنا بنستعملها هون بهي الماده كثير، تمام. فاذا اول شيء عندنا التايب، اوكي، هو عباره عن شو، كولكشن، شايفين، كولكشن اوف فاليوز، يعني فاليو قيم، وكولكشن تشكيله او مجموعه، اوكي. فبتكون عباره التايب يعني النوع هو عباره عن تشكيله داتا تايب، يعني هو عباره عن تشكيله من شو، من قيم، اوكي. هلا مثل ما بنحكي مثلا عن تشكيله ثياب، مكان بنحكي عن تشكيله سيارات، مو هيك يعني، اوكي. فاذا هلا مثال على هالشيء، عندك النوع اللي بنسميه البوليان، اللي هو شغلته يكون يحتوي على قيمتين بس، اوكي، ترو او فولس، اوكي، صح او خطا، ترو يعني صح وفولس يعني غلط، اوكي.
اول اشارة التوافق هي هيك بالضبط الكمبيوتر المفروض تكون معناها متوافق مع انت تريده كمبرمج، وغير والفولس معناها الخطأ اللي هو بالاساس معناها غير متوافق مع ما انت تريده كمبرمج. تمام. فاذا كمان عندنا بالنسبة للنوع اللي هو الارقام الصحيحة العدد الصحيحة هون اوكي عدد صحيحة وقال لك كمان بتكون نوع. فمثلا الرقم الصحيح عبارة عن simple type يعني نوع بسيط او مبسط، يعني ابسط شيء ممكن تفكر فيه اوكي، لانه كل قيمها ما بتحتوي على sub parts ما فيها اجزاء اوكي او اجزاء من المجزأ اوكي، هي اخر شيء الرقم خلصنا ما فيكاش تطلع فيه اكثر من هيك. فمش هيك simple بسيط ما فيك تعمل منه يعني مثلا كيف هو عم بيحكي لك انه لو كان عندنا هون عم بيحكي اذا كان عندي حساب بنكي، الحساب البنكي مش واقف على رقم المصاري المحطوط تمام، بيجي معه كمان الاسم اسم الزبون عنوانه ورقم حسابه اوكي وقديش معاه مصاري اوكي البالانس ميزانيته تمام. فلذلك البنك هون بينحسب يعني الحساب البنكي هون صار بينحسب نوع تاعه aggregate او composite يعني مركب تمام، aggregate يعني زي مجمع ومعمول جزء واحد وكمية واحدة اوكي، او composite جاي مركب اوكي من كذا شغلة اوكي. هلا فاذا هون aggregate type او composite type تمام، فاذا نحفظ هالالفاظ اذا مهمة لما تسمعها. فعندنا هون كمان الداتا item يعني عنصر من هالداتا اوكي هي بتكون شقفة معلومة اوكي شقفة من المعلومات اوكي، فبتكون هي شقفة معلومات تمام او بتكون سجل واحد من مثلا قاعدة بيانات كبيرة اوكي، اللي هو بتكون اللي هي بتكون القيمة تبعتها جايبينها من نوع اوكي مسحوبة من خلال نوع اوكي. فالداتا ايتم كمان بنقله بطريقة أخرى هو member of a type يعني عضو من هالنوع أوكي. طيب هلأ data type أوكي أو أي data type هو عبارة عن نوع بحاله أوكي مع تشكيلة من أو مجموعة من العمليات اللي هي بتشتغل على هذا النوع تمام. فإذا التايب هو تشكيلة القيم، الداتا تايب هو التشكيلة زائد شو زائد العمليات الحسابية ممكن تطلع عليه تمام. هلا مثال عن الشيء اوكي مثلا رقم العدد الصحيح اوكي هو جزء من الانتجر داتا تايب، جزء من الداتا تايب تبع او نوع المعلومات اللي هو تبع شو تبع الارقام الصحيحه اوكي. والعمليه الجمع بتكون شو هي مثال عن عمليه حسابيه بتعملها او برمجيه بتعملها او وظيفه بيعملها واحد على هيك نوع اوكي على نوع الاعداد الصحيحه. هلا ولا لازم يكون في تمييز اوكي او مفروض يكون في تمييز بين يعني ال هون logical concept of the data type اوكي and its physical implementation of computer program، يعني لازم يكون في تفريق بين الكونسبت يعني الفكره تبعيه data type وتطبيقها على ال على الجهاز فعلا على الحديد يعني اوكي وعلى برنامج فعلي يعني اوكي هيك المقصود. فبدك تميز بين اثنين وتعطي تفريق حد طريقه حد فاصل بيناتهم اوكي. مثال انه مثلا في عندك طريقتين بشكل يعني تقليدي اوكي بشكل تقليدي بين المبرمجين، في طريقتين لتعبر عن اللستة عن سلسله من الشغلات اوكي. ف الليست داتا تايب النوع تبع الليستات تبع السلاسل اوكي ممكن يكون طريقه نسميها لينكد ليست تمام،
وطريقة تانية اللي هي مسميها الاري. تمام؟ هلا حتى لفظة الاري اوكي هي كمان يعني غامضة شوي اوكي. كما هي اصلا تعني بتعني ممكن تكون نوع كداتا تايب من ناحية الكونسبت من حيث المبدأ حيث الفكرة اوكي، او ممكن يكون كمان نوع من التنفيذ تاعها. تمام؟ هلا بدي احكي هيك لازم احكيها بريت الكتاب. عم سبق شوي على الكتاب. اللينك ليست بتكون اصلا الداتا مربوطة بحسب العناوين المحطوطة في الرام وين ما بيكون في فراغ بالرام. لكن لما تستعمل الاراي لينك ليست يعني عندك داتا مربوطة ببعض عن طريق العناوين بس، ما بيهمني اذا العنوان جاي مثلا بطريقة 1 2 3 4. لا، اذا واحد مثلا عندك عنصر من هاللستة حلقة من هالحلقات طبعا هالسلسلة بتكون مثلا على عنوان 1 وعندك واحدة تانية على عنوان 20 اوكي، هدول مربوطين ببعض عن طريق العناوين لان العناوين مسجلين ان هدول صايرين ورا بعض، مش لانه بيجوا والله 5 6 7 8 لحد ما توصل للعشرين. لا، ما فيش هيك اوكي. بيكون مثلا 5 بتقول انه ورا بعض منها الشيء جاي على رقم 20 بيكون هو شو اللي بعده، اللي بعد منه مثلا والله رقم 6 وهيك مربوطين. فهمت كيف؟ مش مربطين بالعنوان الفعلي تمام ورا بعض. فهي الفرق، هذا هو اللينك ليست اوكي، انه ما بيهمني كيف العناوين، المهم انه العناوين جايين مسجلين ورا بعض اوكي، بس تسجيله انه جايين ورا بعض، لكن مش معناها انه هن زي عناوينه الحقيقيه على الهارد على الرام او الهارد ديسك مثل ما بيصير بالاراي. الاراي هيك بتتصرف، الاراي بتتصرف انه بهمش وين، بهمني انا بالضبط انه شقفه معينه هي هاي هالقد هالقد من 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 1 ل 20 اوكي، مرورا بال10 بدك تمرق فيها هاي كلياتها اوكي، 1 2 3 هيك، ويكون كلياتهم هدول شقفه وحده ورا بعض. باللينك ليست ما في هيك، اللينك ليست انك كل عنصر وين ما في فراغ بالرام اربطه مع الثاني بس، وصل بس عن طريق شو سجل بتعمل منه العناوين انه مين بعد مين اوكي. فهذا هو الفرق. طيب نكمل. فأقول لك list that type اوكي ممكن يكون يتنفذ من خلال link list او array زي ما قال. وبعدين هون حتى التعريف اللي هو الاراي بيكون يعني غامض زي ما حكينا، بحيث انه ممكن يكون يعرف عن data type او ممكن يكون يعرف يحكي عن التنفيذ تبع الاراي نفسه او link list نفسه. تمام؟ مش لينك ليست عفوا، الليست دات تايب بيكون تنفيذ، يعني الاراي بتكون هي تنفيذ الليست دات تايب او ممكن تكون الفكره تبعها. تمام؟ هيك الاصح. فاذا الاراي هي بشكل عام مستعمله اوكي، بشكل يعني مش عام على الناس بشكل عام يعني كيف الناس تستعملها اوكي، مستعمله بالبرمجه اوكي. حتى ثاني انه لما اقول contiguous block of memory locations يعني مثل ما حكيت بيكونوا شقف ورا بعض تمام، متجانسين وحد بعض قاعدين contiguous اوكي. فبكون contiguous block of memory قاصص قص من الرام، اعتبر الرام اللي قدامك الحديده جيت لمقص وقصيت واخذت لك شقفه هيك بالضبط اوكي. هلا بحيث انه كل memory location كل محل في الذاكرة بياخد قياس واضح data item. يعني انت هلا لما تعمل array من integers، الانتجر معروف عنه بياخد 4 بايت اوكي، الرقم العدد صحيح بياخد تقريبا 4 بايت اوكي. فهيك انت بهالحالة تاخد 4 بايتات، فالarray بتكون لستة من 4 بايتات وبكون ورا بعض اوكي، يعني كل 4 بايت بتنط تمام، وهيك هني ورا بعض. فهمتوا كيف؟ هلا بما انه يعني بناء على هذا المعنى انه هن contiguous كانه هن فوق بعض ورا بعض اوكي، الاراي بتكون عباره عن physical data structure، يعني هي هيكليه بيان بس شو فيزيائيه يعني على الحديد، مش شيء نحن كمبرمجين من الفه ومنربط الامور كيف ما كان ما بدنا على كيفنا. لا، انت عم تاخذ العناوين اللي على الذاكره حرفيا وكيف هن جايين مسلسلين، وبتمط قاعد مثلا كل شيء 4 بايت مثلا بتعمل عنصر ثاني داتا ممبر ثاني اوكي. هلا
على الرغم من هيك اوكي الاراي بتكون كمان عباره ممكن تعني انه لوجيكال داتا تايب، يعني تكون المعنى المنطقي بس كفكره لشيء عن فكره الليستة او الاراي اوكي. وممكن يكونوا يعني متجانسين اوكي، ممكن يكونوا متجانسين هالمجموعه داتا ايتمز اوكي، بحيث انه كل داتا ايتم عندنا اياه معرف من خلال فهرس اوكي، هو الاندكس بنسميه اوكي. طيب فهذا الفهرس انه مثلا بدي اروح انا على العنصر رقم كذا اوكي من خلال هالليستة ماشي. طبعا احنا عم نحكي عن اشياء اظن لازم تكون تعرفها يعني اوكي. هلا هو شيء ممكن انه واحد يعني ينفذ الريز اوكي بطرق عديده جدا. مثال عندك في القسم 12.2 بيوصف الداتا ستراكشر المستعمله حتى واحد يعمل شيء مسميه سبارس ماتريكس. ماتريكس يعني مصفوفه اوكي، يعني مثلا مثل طاوله الشطرنج تمام. هلا فهي عباره عن مصفوفه ثنائيه الابعاد، هي الاري مصفوفه ثنائيه الابعاد اوكي، وبتكون شو يعني 2D مش 3D مش ثلاثية الأبعاد 2D تمام، اللي بتخزن بس يعني هيك بالغالب أرقام ما بتكونش صفر أوكي، وبشكل نسبي أكتر يعني بتكونش بالغالب إنه يعني فيهم صوار يعني هدول كل العناصر طبعا هالأري تمام. هل التنفيذ هذا هو كتير بيفرق عن ال يعني التمثيل الفيزيائي للليستة اوكي، كداتا جاي متجانس ورا بعض وعم نطلع مثلا مثل ما صار معنا بالانتجرز كل اربع اري كل اربع بايت عم نطلع بعنوان جديد بالرام تمام. هلا نجي لا شو هلا تاني شغلة عنا هون نحكينا عن شو الداتا ستراكشر بالاول. هذا بنعبر عنها الADT الابستراكت داتا تايب اوكي، اللي هي عباره انه واحد يكون عنده وعي ل شو اسمه ل جزئيه من السوفت وير اللي او اي يعني مكون من مكونات البرنامج اللي انت عم ترسمه او تكتبه اوكي، وبتكون هي في نوع من التحقيق لهالداتا تايب اللي عم تعمله اوكي. مش تحقيق يعني انه مثلا بيعمل واحد يعني واحد هيك بيوعى الامور وبشوفها وبتتحقق قدامه اوكي. فاذا هالواجهه تبعيه الاديتي اوكي بتكون معرفه من خلال النوع ومجموعه من العمليات اللي بتتنفذ على هذا النوع تمام. هون بعدين عم بيحكي عن كيف بقول التصرف تبع كل عملية وكيف كل عملية بتشتغل بتكون محددة من خلال المدخلات والمخرجات اللي انت بتحطها بكل عملية تمام. الـ ADT بحد ذاتها الـ Abstract Data Type اوكي، Abstract يعني مجرد النوع نوع الداتا المجرد اوكي هيك بالضبط. فالـ ADT ما بتحدد اوكي او ما بتوصف بالضبط اوكي كيف الداتا تايب هو بينعمل اوكي او كيف بتنفذ او كيف تكتب له كوده اوكي. هاي التنفيذات او تفاصيل التنفيذ كلها اوكي بتكون مخبايه من مستخدم الاي دي تي اوكي، وبتكون محميه من الولوج الخارجي عليها. يعني شو بصير في الداتا جوا بالفانكشنز بالاوبريشنز بكل شيء هون ما حدا له فيه، هذا بس صاحب البرنامج هو له فيها، المستخدم بس عليه يستخدم الفانكشن اللي هو مطلوب منه يستعمله اوكي. ومن هون بيجي مبدا اللي هو بسموه الكبسله، بتعرف كبسوله الدواء اللي بتاخذوها هاي اللي بتيجي بتفتحها هيك مثل حبتين اوكي هي عشان ما احكيش بالهواء
مثل هدول ماشي. فانت بتلاحظ هيدي الشقفه مثلا فيك تفتحها تشدها على جهتين بطلع الدواء من خلالها هي ماشي. فهون بيكون عندك شيء مسميه الكبسله، انت داخل حبه الدواء ما بتعرف شو فيه اوكي، مشان هيك انت بس عليك تاخذ الحبه وانتهى. فهذا هو الانكابسوليشن اوكي، ان يكون عندك كبسوله وتعملها شو كبسله تمام، وتمارس نفس العمليه تمارسها الكبسله الكبسوله عفوا. طيب هلا بقول لك الداتا ستراكشر هو تنفيذ تبع الاي دي تي تمام. فمثلا لما بنحكي بمنهجيه الاوبجكت اورينتد بروجرامينج اوكي، البرمجه الموجهه للكائنات وبالاخص مثل لغه السي بلس بلس، الاي دي تي وتنفيذها كله على بعض بيطلع لي فكره الكلاس تمام، التصنيف او الصنف اوكي. وكل عمليه مربوطه او متعلقه بهالاي دي تي اوكي بتكون منفذه من خلال فانكشن تابع لهالكلاس، من خلال داله او وظيفه تابع لهذا الكلاس. مشان هيك مشان انه هو تابع مشان هيك بنستعمل كلمه ممبر، ممبر فانكشن، فانكشن تابع اوكي، او داله تابعه اوكي، او داله بتكون عضو لهالصنف هذا ماشي. او بطريقه الجافا بعض الناس بيستعملوا كلمه ميثود تمام. هلا مش حاكي عن جافا اصلا، بس انا اكثر تبعون جافا بيستعملوا اكثر كلمه ميثود لانه هني اكثر بفوتوا بشغله الاوبجكت اورينتد من السي بلس بلس تمام. طيب هلا المتغيرات اللي هي بتعرف كميه المساحه المستخدم من خلال شو اسمه عبر او مستخدم اللي بيستخدمها الداتا تايب او داتا ايتم، هون عنصر واحد من الداتا بتكون واحد يعني بمرجعها اوكي ك داتا ممبر اوكي. والاوبجكت هون هو عباره الكينو الكائن يعني هون هو عباره عن انستنس من الكلاس، يعني شيء مستنشأ من هالتصنيف هذا اوكي. فهو مثل ما حكينا شيء مستنشأ من هالصنف، بمعنى انه هو اصلا انعمل وانصنع وبياخذ محل من مساحه التخزين الموجوده عندك على الجهاز، كان كمبيوتر تليفون whatever اوكي شو ما كان، خلال فتره تنفيذ برنامج الكمبيوتر اللي انت صممته تمام. هلا لفظه الداتا ستراكشر عاده بتعني انه او بتتمرجع اذا بدك تقول للداتا اللي هي مخزنه ب الذاكره الرئيسيه تبع الكمبيوتر تمام. مثلا كلمه لما نستعمل مثلا كلمه فايل ستراكشر هيكليه ملف اوكي، عاده بتعني انه ترتيب المعلومات على هارد ديسك اوكي، او على سي دروم او على فلوبي او على يو اس بي فلاش اوكي، اي شيء من القصص تمام. طيب هلا فات هو بمثال، فوتنا بالمثال 1.3 بقول لك صرنا هون يعني. ف بقول لك ال يعني الفكرة الأساسية تبعيت العدد الصحيح اوكي ومعها يعني ومعها بطريقة العمليات اللي ممكن واحد ينفذها من جمع وضرب والأخ اوكي، هاي بتكون طبعا داتا تايب. هلا السي بلس بلس عندها الانتجر فاريبل تايب اوكي، يعني نوع الفاريبل هذا نوع المتغير تبع السي بلس بلس اللي اسمه انت اي ان تي اوكي، اللي هو بيرمز للاعداد الصحيحه الانتجرز اوكي، هو تمثيل فيزيائي ل يعني الرقم بالشكل المجرد، العدد الصحيح بالشكل المجرد بشكل هيك الفكري اوكي. يعني ما انت مش لازم تقول والله ان شاء الله عندك زليون الرقم وصل اوكي، زليون زليون مش لازم تفرق معك، بس في عندك اشياء هي حتوقفك، اللي هي انا هاي من عندي عم بقولها انه هي
قدرة الكمبيوتر قديش فيه يعد وقديش الماكسيموم تبعه قديش حد الأقصى تبعه حتى يعد. تمام. طيب عم بقول لك هو الانتجر فاريبل اوكي متغير اللي بيجي جاي من نوع الانتجر اوكي بيكون مع قصدي وكمان لما نجيب معه كمان العمليات الحسابيه اوكي متعلقه فيه كلها على بعض بتكون لنا شو ADT. تمام. فاذا الانتجر كعدد صحيح مع العمليات تبعته بتكون لنا abstract data type. ماشي. هلا بقول لك لسوء الحظ انه انت يعني كيف الناس بتنفذ هالADT بيكون مش يعني يعني هيك دول انه مش كتير صادق ومية بالمية ماشي مع فكرة الابستراكت انتجر يعني الرام بالشكل المجرد عدد صحيح بشكل مجرد اوكي لانه في عنا مثل ما حكيت هي حدود لقديش يعني قديش عدد الاصغر او الاكبر اللي ممكن تحصل عليه في رقم الانتجر واللي هو ممكن تعبيه تمام وتخزنه بالذاكرة اوكي يعني ما فيك مثلا تقول والله ممكن اذا كان كمبيوترك يعني كتير دافع عليه وقوي ممكن يعطيك شيء 6 بايت مثلا اذا افترضنا او 8 بايت بس ما فيك تطلع اكثر من هيك هالايام يعني في عندك حدود فيزيائية هي بتحسم الامور تمام فلك اذا هاي ال هاي الحدود بتبرهن انه هي مش مقبولة اوكي لازم صار اصلا لازم ينعمل يعني تغيير على الموضوع ولازم يكون في ADT جديدة للانتجر تنعمل تمام طيب هلا مثال تاني بقول لك ADT ل لستة من انتجرز اوكي معقول كمان انه يعني كيف يكون في عندها هالعمليات التالية اوكي تفرض انه لازم يكون عندها العمليات التالية اول شيء انك تدخل رقم جديد على اللستة وتحطه بالمكان اللي انت بدك اياه يعني. مش بس ينزل بالاخر اوكي تحطه كمان بالمكان اللي انت بدك اياه يعني. داخل اللستة تمام هلا رجع قيمة الترو اذا كان شو اللستة فاضية تمام بعدين لازم كمان تعمل re-initialize للست يعني تعيد انشاء او تحضير هاللستة بمعنى انك عم بتسفرها تمام تحطش فيها ولا شيء اوكي ومعنات انه تحطش فيها ولا شيء يعني ما فيش ولا عنصر فيها حتى الحلقات بدك تشيلهم ولا حلقة تبقى حتى ولو واحدة اوكي ممنوع بس بدك تحط ببالك انه في عندي لستة بدي اعبيها بعدين اوكي هلا هون return the number of integers currently in the list يعني رجع عدد العناصر او عدد الارقام اللي انت مدخلها على هاللستة اوكي وبعدين كمان لازم تقدر تمحي هذا الرقم من هاللستة بالمكان اللي انت بتختاره اوكي طيب هلا من هالتوصف هذا الادخال والاخراج تبع هالعمليات يعني شو بتدخل انبوت واوتبوت على هالعمليات اوكي لازم يكون اصلا واضح لكن التنفيذ لها الاستات مش محدد لحد هلا اوكي واحدة من يعني التطبيقات اللي هي بتستخدم الADT ممكن تكون ممكن تستعمل اوكي واحدة من التطبيقات اللي هي بتستعمل جزء من الADT ممكن يعني تستعمل يعني methods او member functions يعني هن الوظائف الداخلية هاي اوكي لها الADT اوكي اكتر من تطبيق تاني يعني ممكن في واحد يستخدم شغلات شغلات اكتر من شغلات بADT بنفس الADT بين تطبيق وتطبيق هذا هو المقصود اوكي ويمكن يكون عندك انت تطبيقين عم تحاول تصممهم يكون لهم يعني هون
different time requirements، يعني عندهم متطلبات للوقت بتكون مختلفة. تمام؟ هلا يعني مثلا يكون في بدك وحده هي مش فرقانه معك قديش سريعه، المفروض هي ما تكونش عندك مش فرقانه معك قديش بطيئه، واضح؟ هل الفروقات هاي بهالمتطلبات لهالتطبيقات اللي انت عم تنفذها اوكي هن السبب ليش ال ليش هالاي دي تي تكون يعني مكتوبة ومنفذة اوكي بأكثر من طريقة معينة. تمام؟ طيب هلا بفوت على المثال 1.5 بقول لك هون واحدة من التنفيذات الشعبية ل للداتا بيز بتاخذ هارد ديسك واسع كتير ومليان كتير اوكي هن الهاشينج اوكي بفصل 9.4 اوكي يعني فصل 9.4 وكمان عندنا البي بلس 3 اوكي هدول اثنين داتا ستراكشرز بنستعملهم او اي دي تيز بنستعملهم اوكي. طبعا البي بلس 3 موجوده بال 10.5 تمام. هل هالاثنين هدول بيدعموا ادخال السريع اوكي والمحي السريع؟ ادخال مش هون يعني الحشر انك تضيف شيء اوكي على مجموعه الداتا اوكي او تمحي شيء اوكي، اثنيناتهم بيدعموا المحي وال شو اسمه الادخال السريع عليهم. تمام؟ وبنفس بنفس الوقت اثنيناتهم بيدعموا اوكي البحث بالتحديد زي ما حكينا قبل بالفصل الماضي الحصه الماضيه انه انت بالرقم بتجيبه، يعني بس بتدور على مثلا على مين هو رقم هويته كذا كذا اوكي خلص هذا هو، بعدين بتجيب الشغلات اللي ورا منه اوكي. هلا بالاذر هاند يعني بقول لك على يعني هيدي من ناحيه، من ناحيه ثانيه اوكي البي بلس 3 اوكي الشجره هون عم بحكي شكليه الشجره اوكي ترتيب كانك عم ترتب على شجره اوكي، تخيل حبات التفاح او الحامض هذا كيف مرتبين على الشجره تمام من تحت لفوق، فهمت شو؟ ممكن تكون تنفذ كمان رينج كويريز مثل ما حكينا بالحصه الماضيه انه فيها تنفذ بناء على قسم معين بهذا المجال بدي هدول بس تجيب لي يعني. تمام مش كل شيء تجيبه اوكي. فاذا البي بلس 3 هي فيها تنفذ هذا عمليه الرينج كويريز بشكل شو اداء عالي اوكي، لكن الهاشينج هو طريقه كثير ميؤوس منها ان الواحد يستعمل فيها رينج كويريز اوكي. هلا لذلك فانه الواحد لما اذا واحد استعمل تطبيقات فيها داتا بيز اوكي فيها يعني انه البحث بس على exact match queries هاشينج بيكون احسن لك. تمام؟ اذا انت عندك بحث في range queries احسن لك تفوت بالبي بلس، هي واضحه يعني. فعلى الرغم من هالمشاكل او هالقضايا اللي الواحد بيعاني منها مشان الاداء اوكي شو اسمه اثنيناتهم شو بيعالجوا نفس المشكلة اوكي هي التحديث على قاعدة البيانات والبحث بمجموعة ضخمة من السجلات اوكي او سطور بجدول اذا بدك تقول اوكي. فاذا مبدأ الـ ADT بيساعدك انك تركز على المفاتيح الأساسية اوكي في أي مسألة اوكي حتى حتى مش بالبرامج شو اسمه كدول هون هالكلمة مش واضحة صراحة ماشي، حتى في برامج اللي هي يعني مش ملاش على بعض او ما بتتوصلش مع بعض اوكي عشان شو هذا صراحة. طيب هلا بالفصل او بالمثال 1.6 بقول لك لما نحن عم
نشغل سيارة أوكي. العمليات أو الوظائف الأساسية والنشاطات الأساسية واحد ممكن يعملها هي شو طبعا ستيرينج يعني يمسك المقود أوكي. دركسيون يا يمين يا شمال أوكي. الدعس على البنزين اكسلريتينج أوكي. والبريكينج واحد يحط فيرمل أوكي. يحط فريم ماشي. فتقريبا كل شو اسمه كل السيارات يعني السياحيه اوكي انت بت يعني بتسوق عجله المقود يا يمين يا شمال بتدوس بتدوس بنزين بتحط فريم اوكي. فهذا التصميم للسيارات ممكن كمان تتطلع عليه كانه على اساس انه اي دي تي اوكي ومعها هالاوبريشنز يعني عندك سياره شو ما كان نوعها والاخ وعندها الوظائف تبعونها اوكي من انه واحد يعني ستيرنج اوكي ستيرنج يعني انه يسوق السياره يا يمين يا شمال لف عجله المقود يعني يا يدوس على دعسة البنزين اوكي يا شو اسمه يا يحط يدوس على الفريمات على الفرامل اوكي و واثنين والسيارتين شو اسمه سيارتين اوكي ممكن يعني يعملوا هال او ينفذوا هال وظائف من السواقة او دعس بنزين وفريمات اوكي كل واحد على طريقته تمام. مثلا فيك تقول يمكن يستعملوا نوع كل واحد له نوع الخاص فيه من المحرك اوكي من الانجن يعني بالانجليزي اوكي او الف او مثلا يكون والله تشغيل السيارة بيكون تحريكها مش من عجلة خلفية بيكون العجلة القدمانية يعني الشافت تبعها من مع ستيرينج مش مع مش مع من ورا اوكي حسب انت شو بدك اوكي. فهذا كله ممكن تألف منه شو ADT بس انت هون كيف الفونكشنز اللي هنستعملهم بهال ADT كيف النشايين هذا بيجي بيرجع لك تمام وانت لازم تقيس الطريقة اوكي. هلا اكثر السائقين اوكي ممكن يشغلوا اوكي انواع كثير من السيارات اوكي وسيارات على اختلاف انواع لانه ال ADT اوكي بتقدم يعني طريقه موحده للتشغيل اللي هي ما بحاجه المستخدم يفهم شو عم بيصير جوا اوكي يعني انت بتكتب الكود تعمل فانكشن جوا بقى الفانكشن كيف انت عملته مخصصش المستخدم اوكي يعني هذا ممكن اكثر من هيك اوكي. يعني لو تيجي تقول له والله بالكود هيك كبر الفونت منيح لما تقول له مثلا car dot operate اوكي او مثلا accelerate ماشي accelerate. لو تعمل acceleration زيادة بالسرعة اوكي هلا مثلا ممكن يكون لو تجي انت واحد يقول لك انه هذا الفونكشن هيك بينكتب افترض بهالطريقة افترض هذا كود وهمي يعني مش حقيقي اوكي بس انه هذا الفونكشن بدي اجي اعرفه بدي اقول له انه والله change the gear اوكي اوكي وبعدين get more fuel زيد بنزين زيادة هات لك بنزين الفيول اوكي يعني الخ الخ خلا ممكن انا اجي اوكي انا شو المستخدم هيستعمل هيعمل بس بالاخر بالنسبة له car dot accelerate ماشي وبس بيعمل هيك وبنتهي ماشي وقف هون وخلص وما قاله شو بيصير هذا الكود ما قاله فيه اوكي. ممكن انا اجي والله get more fuel صح واحد تاني بيجي بيعمل الكود تبعه هيك get more fuel جيب لي بنزين زيادة وبعدين غير الجير وبعدين مشي السيارة هو حر بس انت هون ما لك في كيف هو حيعمل هذا الحكي ماشي انت عليك بس تستخدم هاي
ماشي. فهذا هون فكرة الـ ADT كمان اللي هي العلاقة بالـ Encapsulation. الواحد ما لازم يعرف شو عم بيصير جوا، هذا الشيء برجع للمبرمج اللي عمل هذا الكود. طيب هلا فكرة الـ ADT هي واحدة من واحدة أو شغلة من مبدأ مهم، أوكي، اللي هو لازم الواحد يكون فهمانه كمبرمج، تمام؟ أي مبرمج لازم يكون فهمان هاي النقطة، أوكي؟ لازم يكون فهمان شو يعني ADT، أوكي؟ أول شيء إدارة التعقيد اللي بيجي من خلال التجرد اللي أنت عم تعمله، أوكي؟ أو التجريد اللي عم تعمله، أوكي؟ وبعدين بتكون عندك زي تكون زي هيك صورة، أوكي، مركزية عن لا الصورة هون بيحكي شيء تاني، عفوا، هون بيحكي إن الصورة مركزية عن البرمجة أو علم الكمبيوتر، أوكي، هو التعقيد الكبير كلنا بنلاحظه بالبرامج والتقنيات اللي هي تتعاطى مع التعقيد، أوكي. فالناس أو البشر بتعاطوا مع التعقيدات، أوكي، عبر مثلاً حط واحد يعلم، حط علامات على مش علامات مدرسة يعني، لا بيحكي إنه مثلاً والله هون شو اسمه على هاي المجموعة فيها لها تعقيد، أوكي، في لها المبدأ، أوكي، وبعدين منشي منتلاعب هالقصص بناء على العلامات اللي إحنا حطناها، أوكي، أو هاللزقات زي ما بدك تقول في الملصقات اللي إحنا بتحطها. طيب هلا هلا هون أنا وقفت لأنه ما ليش لازم هذا الحكي، أوكي. عم بيحكي إنه الكوجنيتيف سايكولوجيست يعني العلماء النفس النفسيين، أوكي، بيسموا هذا الشيء ميتافور، شيء يعني نوع من انواع البلاغه البيان مثل جناس الطباق وهيك، اوكي، او نوع من التشبيه هون، ماشي. عملنا شيء مهم هذا، خلص هون بكفي حياه. طيب هلا هون مش قصه عدم امانه لانه احنا مبرمجين، شو مهم هذا الحكي. طيب هلا هون المبرمج هون مثلا عندنا المثال 1.7 بقول نحن فينا نطبق هالليبل، اوكي، او مثلا نحط لزقه نسميها هارد درايف، اوكي، على كل شيء اسمه هاردوير بيتلعب بالداتا بطريقه معينه او من نوع معين من اجهزه التخزين، اوكي، للمعلومات، اوكي. ومن فينا نسمي مثلا انه السي بي يو هو لزقه بنحطها على الهاردوير اللي هو متعلق في شيء يعني بيشغل البرامج وبيتحكم في البرامج، اوكي. حتى كمان لانه حتى شو اسمه يعني الكمبيوترات البيوت الصغيره، اوكي، عندها ملايين من المكونات، اوكي، بعض من يعني او شكل من اشكال التجرد هون او التجريد هو ضروري حتى الواحد يفهم كيف الكمبيوتر بيشتغل، ماشي. طيب كفينا هيك امثله رح انت لهيدي، تمام. هلا داتا تايب ممكن يكون عندها شكل منطقي هيك تخيلي زي ما انت بتفهمه بفهم، وفي الشكل الفيزيائي يعني كيف انت هلا تمسك قلم بايدك ولا تمسك عصايه بايدك ولا هيك، هذا الشكل الفيزيائي، او تمسك شي هارد ديسك بايدك، اوكي، شيء اللي بتمسكه ملموس، تمام. فهون بقول لك الديفينيشن تعريف تبع داتا تايب ب ك ADT، اوكي، هو الشكل المنطقي، شكل السوفتوير يعني مش الهاردوير، اوكي. فالتنفيذ تبع هيك نوع من الداتا
ك داتا ستراكشر بصير في عندنا الشكل الفيزيائي تبعها. اوكي هلا كبسنا بالفراغ هذا. فاذا كنا هون اوكي بقول لك الرسم 1.1 اوكي بيفرجينا العلاقه بين بين الشكل المنطقي والشكل الفيزيائي لاي داتا تايب. تمام هلا لما نكون نحن عم ننفذ شيء اديتي اوكي انت اصلا عم بتكون تتعاطى مع الشكل الفيزيائي ل هالداتا تايب المتعلقه بهالاديتي. تمام يعني احنا الارقام اوكي اذا حكينا كيف بنحطها على الهارد ديسك وكيف تشوفها على المعالج اوكي طبعا قلنا في حدود فيزيائيه وهندسيه بتفرض عليك انك ما تعدي هذا الحد هذا اوكي فهون انت عم تنفذ الاديتي فصار عندك شكل فيزيائي تبعها. تمام على بعض اقسام الكتاب بقول لك انه هاي بتركز على التنفيذ الفيزيائي الى داتا ستراكشر معينه بعض الاقسام كمان تتعاطى مع الشكل المنطقي من حيث السوفتوير يعني بس سوفتوير بدون تفكير شو قديش حجم الهاردوير المتاح اوكي الى هذا التايب يعني كيف بدي اقول الكونتكست يعني هون بفحوى كلام المهمة ذات المستوى المستويات العالية اوكي مثلا عم نحكي بيئة سي بلس بلس معينة بيئة لغة سي بلس بلس معينة ممكن توفر شيء مكتبة اللي هي فيها تعريف التصنيف او الكلاس تبع اللستة تبع السلسلة. تمام هلا الشكل المنطقي تبع او الشكل كسوفتوير يعني كفكره هيك ببالك انت لا الليستا اوكي هو اصلا معرف بالفانكشنز الببليك ببليك هون صار بنحكي عن سي بلس بلس وكيف سي بلس بلس بتستعمل الداتا تبعها اوكي كببليك فانكشنز اذا فهمنا الكلاس تفهم شو عم يحكي هو. تمام وكيف الانبوتس تبعنا اوكي وكيف المخرجات من اللي بتعرف هاي الكلاس اوكي وهذا الشيء ممكن يكون كل اللي بتعرفه عن هال عن تنفيذ ليست كلاس اوكي كيف نحن بتنفذ تصنيف السلسله وهذا كل اللي انت لازم بكفي انك تعرفه. هلا بداخل وبطن الكلاس نفسها اوكي يعني في كتير انواع من التنفيذات الفيزيائيه للستة وبتكون يعني ممكنه اوكي وبعض منها اوكي او عدد منها مذكور بالقسم 4.1. هيك بنكون احنا خلصنا اوكي القسم 1.2 كان هو عم بيحكي عن الفيجر 1.1 الصوره 1.1 اوكي ف هون مثلا الاديتي لما تحكي عن الاديتي بتحكي عن التايب والاوبريشنز فهون بصير الداتا ايتمز بيكون لوجيكال فورم شكل اللوجيكال لما نحكي عن الداتا ستراكشر اوكي بتكون عم تحكي اصلا عن ستورج سبيس والسب روتينز اوكي السب روتينز يعني الفانكشنز اللي فعلا عم تشتغل. تمام فهذا هو الفرق الاديتي هو شيء مجرد شيء منطقي شيء ببالك انت كيف تطلع انت بالارقام بغض النظر عن الحدود الفيزيائيه اللي ممكن تحطها لما ينحط الرام فعلا على هارد على جهاز كمبيوتر اوكي الداتا ستراكشر هو في الجهه المقابله لما فعلا تجيب الارقام مثلا وتيجي تستعمل على هارد ديسك او الاحرف وهذا تسجل تكتب على الورق فورقتك انت هالقد هي حجمها ما فيك تطلع عنها. تمام فالاديتي لما تنزل على الجهاز بتصير شو عندك داتا ستراكشر اوكي الابستراكت داتا تايب بس ينزل على الهارد ديسك اوكي على الورق اوكي بس على الورق فعلا تيجي تكتب بالورق وقلم فرضا بدل ما تستعمل على الهارد ديسك انت هيك الداتا تايب والترتيب هذا صار شو على شو على داتا ستراكشر على هيكليه بيان. تمام
وهذا كل شيء لهذا الفصل. وأجل ما كنش طولت عليكم والسلام. كي رجاء شارك الفيديو مع رفقاتك وخبر رفقاتك عن السلسلة جدا 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 مهمة. السلام عليكم.